على مدار حياتنا يا صديقي بنتعرف على ناس وبنزور أماكن وبيكون لنا أهداف. اللي بيحصل إن أي شخص أنت تعرفت عليه أو تعاملت معاه بيتربط بينك وبينه حبل أثيري، وده اتكلمنا فيه كتير في قناة النظام الطاقي. الأكتر من كده الأماكن كمان اللي بنزورها بتربط بيننا وبينها حبل أثيري، الأهداف بينك وبينها حبل أثيري. الأحبال دي مع مرور الوقت بتبتدي تمدك بطاقات سلبية سيئة جدا، وبيحصل هنا تنافر. الأدهى من كده كمان إنه كل اللي تربط بينك وبينهم حبل أثيري مع مرور الوقت هيبعدوا عنك شئت أم أبيت. في اللحظة اللي بيحصل فيها التحرر بتلاقي إن كل الأشخاص اللي انت تحررت منها ونجح التحرر ده هم اللي بيحاولوا يتواصلوا معك، هم اللي بيحاولوا يعرفوك، هم اللي بيحاولوا يكونوا موجودين جنبك. هتلاقي إن حتى الأهداف اللي كانت بتبعد وانت تجري وراها وهي تجري منك، كل الأهداف دي هتلاقيها بتقرب لك، وهتلاقيها بتلمح لك وتيسر لك أمر الوصول إليها. عارف الشعور بتاع لما تكون عايز حد قوي بشكل كبير، فكل ما انت تحتاجه جدا كل ما هو يبعد عنك، وفجأة لما بتديله ظهرك هو اللي يرجع يدور عليك. ده اللي بيحصل بسبب الحبل الأثيري. في الجلسة دي يا صديقي انت هتسافر عبر الفضاء، زي بالظبط كأنك هتعيش العيشة اللي عايشها أصحاب البعد الخامس، لكن انت هتعيشها مؤقتا في الجلسة دي، تتحرر تماما وترجع وانت في مكانك. هتلاقي النتيجة بتاعتها فورا راحة، هدوء، تخلص من حمل كالجبال. هتلاقي ناس كتير كانوا بعدوا عنك بيحاولوا يوصلوا لك وبيحاولوا يتواصلوا معاك. هتلاقي أهداف كتير كانت بعدت عنك وممكن تكون كمان نسيتها بدأ يتهيأ لك في محيطك، وبدأ يظهر لك في محيطك سبل الوصول إليها، طرق ميسرة جدا 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 للوصول إليها. كل ده هيحصل في الجلسة العميقة الخاصة بالتحرر والتحكم في الأشخاص والأشياء. في البداية خلينا نرحب بيك، معك سواح من قناة النظام الطاقي. لو أنت جديد معانا سجل اشتراكك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد، وكمان دعما منك للنظام الطاقي تقدر انك انت غير اللايك وتعليقك باللي حصل معك اثناء الجلسة وبعدها، انك انت تشير الجلسة لغيرك وتدعو غيرك انه ينضم لأسرة النظام الطاقي. احب قبل ما نبدأ في الجلسة مباشرة انوه ان الجلسة برعاية أسرة النور، أسرة البعد الخامس اللي تكلمنا عنها مرارا وتكرارا في فيديوهاتنا السابقة، وهي رحلة الانتقال من البعد الثالث والرابع الى البعد الخامس. لو انت جديد معانا وهتنفذ لأول مرة جلسات عميقة، احب اقولك انه مطلوب منك اي شيء يحصل معاك اثناء الجلسة او بعدها انك تدخل في نفس الجلسة تعلق باللي حصل معاك علشان تشجع غيرك انه ما يأجلش، ما يسوفش، ما يترددش. قول بسم الله الرحمن الرحيم، ومش مطلوب منك غير انك تكون في مكان هادئ بتسمعني من خلال سماعات اذن وده المفضل، وتبدأ تنفذ أهم جلسة للتحرر والتحكم. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزك تاخد نفس عميق جدا، تتخيل انه بيدخل يدور في جسمك بالكامل، وخرج النفس ببطء شديد زي ما انت وانت مفتح عينيك. كرر العملية تاني وخد نفس عميق جدا، يدخل يدور في جسمك بالكامل، خرج النفس ببطء، كمان مرة خد نفس عميق، اكتم النفس على قد ما تقدر، ثم خرج النفس ببطء شديد تدريجيا. هتاخد نفس عميق، تتخيل انه بيدخل على رجليك الاتنين كأنه نازل على نصفك اللي في الاسفل، بيدور فيه كل خلية بتسترخي وبتستسلم، وخرج النفس بهدوء. خد نفس عميق تاني، يدخل لمنطقة البطن كاملة، كل جزء فيها وكل خلية فيها بتسترخي تماما،
وخرج النفس تدريجي. هتاخد نفس يدخل على منطقة الصدر وعلى ايديك الاتنين كأنه بيوصل لحد أصابع ايديك، ثم خرج النفس وانت بتعد في خيالك من 1 لـ5. يعني كل ما تعد رقم في خيالك بتخرج النفس جزء في جزء لحد 5 تكون خرجت كل النفس. هتاخد نفس عميق يدخل يدور في رقبتك ورأسك بالكامل، كل خلية في رأسك هتسترخي، عقلك هيهدى ويستسلم. وخرج النفس ببطء، ومع خروج النفس تغمض عينيك ما تفتحهاش غير آخر الجلسة. دلوقتي عايزك بصوت خافت تقول بسم الله. بسم الله. هتاخد نفس عميق جدا حر، حر يعني يدور في جسمك بالكامل، وخرج النفس وانت مركز على مكانك. يعني شوف نفسك جالس فين او نايم فين، على سرير، على كرسي، في الارض، وهكذا. كرر العملية تاني. هتاخد نفس ببطء، شوف الغرفة او المكان اللي انت فيه، شوفه في خيالك، ركز عليه، وخرج النفس بهدوء. خد نفس عميق تاني وتخيل انك انت صعدت الاعلى، اعلى الغرفة مثلا انت فيها او سيارتك او المكان اللي انت فيه، وشوف نفسك كأنك انسان اخر بينظر عليك. شوف نفسك الان وانت مغمض عينيك بكامل هيئتك، بشكلك، بجسمك. خد نفس اعمق واخرج خارج البيت اللي انت فيه كأنك بتنظر عليه من الاعلى، شايف البيت اللي انت فيه من اعلى، شوف تفاصيله. خلي موضوع التنفس يكون هادي وبطيء، بتاخد النفس تدريجي وبتخرج النفس تدريجي. دلوقتي عايزك تشوف وانت بتاخد النفس الشارع اللي البيت اللي انت فيه موجود فيه، يعني شوف الشارع نفسه، اي تفاصيل عارفها عن الشارع كأنك بتنظر عليه من الاعلى. استمر في التنفس بعمق. دلوقتي عايزك تصعد للاعلى اكتر وكأنك بتشوف المدينة كلها، كأنك شايف المدينة، شايف الطرق، المباني، السيارات، شايف كل ده وانت في الاعلى. هتكرر العملية تاني وتاخد نفس عميق جدا وكأنك بتشوف الدولة اللي انت فيها زي ما بتشوفها على الخريطة مثلا. هتاخد نفس اعمق تطلع بيه لاعلى كأنك بتشوف القارة كلها، كأنها ظهر لك في شكل الكرة الأرضية. هتاخد نفس عميق تطلع بيه لأعلى وانت بتخرج النفس قول بسم الله، وكأنك في فضاء واسع شايف الأرض زي ما بتشوفها كده، الكرة الأرضية. نفس عميق تطلع بيه لأعلى أكتر، كل ما تعلى كل ما تشوف الأرض بتصغر جدا، كل ده في خيالك. نفس عميق اعلى بيه أكتر كأنك بتقرب لكواكب أخرى، كأنك بتدخل في عمق المجرة. نفس عميق وشوف نفسك كأنك حواليك الكواكب وكوكب الأرض تحتك أنت بتنظر إليه، وأنك الآن في الفضاء الواسع. خد نفس عميق وأنت بتخرج النفس قول بصوت خافت بسم الله. الآن تخيل أنك أنت خرجت
من كوكب الأرض، سبت فيه مشاكلك وصغرت جدا لأنها طلعت محدودة جدا في كوكب محدود من عدة كواكب، وعدة الكواكب دي في مجرة واحدة اسمها درب التبانة، مجرة من مليارات المجرات الأخرى. شوف الضآلة بتاعت مشاكلك، الأشخاص كلهم اللي عايشين في كوكب الأرض زي النمل أو أقل بكثير جدا من مكانك. نفس عميق جدا وركز أكتر إنك تركت أهدافك، تركت الناس، تركت الحكايات والأمنيات والأهداف، تركت الأماكن، مش بس الأماكن اللي زرتها، لا ده انت تركت الأرض وما عليها. الآن عايزك تركز على كل حاجة تيجي في عقلك، أشخاص كنت تعرفهم، أماكن زرتها، كل اللي يجي في عقلك ركز عليه، شخص معين، مكان معين، هدف كان نفسك انك انت تحققه، ركز عليهم. تخيل الآن وانت في الفضاء ان في منتصف الصدر بالظبط بيطلع منك ضوء، الضوء ده هو الحبل الأثيري موزع الأشخاص اللي جم في عقلك، موزع الأماكن اللي زرتها، موزع على الأهداف. وهتاخد نفس عميق جدا، تتخيل ان النور اللي طالع من صدرك بيزيد فيه وبيوضح اكتر، وتحرك ايدك اليمين على منتصف الصدر كأنك بتفصل هذا النور، كأنك بتقطعه فيختفي تماما. كرر تاني وانت مركز على الأشخاص، على الأماكن، على الأهداف. نفس عميق، النور فيه يزيد اللي طالع من منتصف الصدر المرتبط بكل الحاجات دي. حرك ايدك اليمين في منتصف الصدر كأنك بتفصل هذا النور عن كل الناس دي، فتحس ان هذا النور اختفى، كأنه حبله اتقطع، راح لهم لكن انفصل عنك. نفس عميق تاني يدور في منطقة الصدر، في منتصف الصدر، وتخيل النور أكتر مرتبط بالأشخاص، بالأماكن، بالأهداف. حرك إيدك اليمين، افصل بيها الحبل الأثيري، خد نفس عميق، خليه يدور في جسمك كله، استشعر به انك حر زي الطير، حر مش لامس ارض، مش لامس مكان. شوف نفسك في خيالك وخرج النفس ببطء. كرر تاني العملية، نفس عميق وكأنك بتنظر لكوكب الأرض من أعلى، وردد: فصلت نفسي عنكم طاقيا وروحيا وجسديا. تخلص من أثار المشاكل والهم، تخلص من أثار الأشخاص اللي دخلوا في حياتك أو خرجوا منها، تخلص من متاعب الأهداف اللي طول عمرك بتجري وراها. نفس عميق، ركز أكتر، خرج النفس وردد بصوت خافت: فصلت نفسي عنكم طاقيا وروحيا وجسديا. كمان مرة نفس عميق، خليه يدور في جسمك بالكامل، استشعر به انك خفيف، انك زي الطيف كده. خرج النفس ببطء وردد بصوت خافت: فصلت نفسي عنكم، عنكم هنا اهدافك
الأشخاص اللي عرفتهم، الأماكن اللي زرتها، كل شيء في الأرض انت تركته، فصلت نفسي عنكم طاقيا وروحيا وجسديا. نفس عميق، وخرج النفس ببطء. افضل كرر النفس، كرر العملية دي. نفس عميق، تخيل فيه الأشخاص اللي هتيجي في عقلك عشان تتحرر منهم، لأنك في كل مرة هتعيد فيها الجلسة هتفتكر ناس آخرين، هتفتكر أهداف أخرى، هتفتكر أماكن أخرى تفضل تتحرر منها إلى أن يتم التحرر. نفس عميق يدور في جسمك بالكامل، وانت بتتخيل نفسك الآن بين الكواكب حر، بتستمد حريتك من رب العالمين. وانظر لكوكب الأرض كأنه تحتك، كأنك غادرته، بتخرج منه وقت ما تريد وترجع له وقت ما تريد. ركز عليه وكرر: فصلت نفسي عنكم طاقيا وروحيا وجسديا. افتكر مشاكلك وشوف دلوقتي حجمها قد ايه. لما يكون حجم الأرض كلها بما فيها وما عليها من مشكلات وأهداف وأمور وإلخ، كل ده حجمها بسيط وصغير جدا في الكون الغير محدود إلا الله خلقه وسخره ليك وفي خدمتك. تيجي الحاجات دي تأثر عليك وتفضل تأثيرها عليك طول ما أنت في البعد الثالث أو البعد الرابع، وانت الآن بتتحرر، بتعيش في جزء من جزء من ملايين الأجزاء اللي بيعيشها أهل البعد الخامس، أهل التمكين والتحرر، أهل الانطلاقة الحقيقية. نفس عميق يدور في جسمك بالكامل، وخد قرار إنك بتعود للأرض، لكن عودة مختلفة، عودة فيها حرية، عودة فيها تخلي عشان يحدث التجلي، تجلي في جذب الأهداف، في جذب الأشخاص، في التحكم في كل الأمور، عودة فيها تحكم إن كل صورة ذهنية في عقلك تخصك أو تخص أي شخص تقع وتتحقق. نفس عميق جدا، وابدأ رحلتك للعودة إلى الأرض. خد نفس، اكتمه على قد ما تقدر، وانت بتخرج النفس استشعر كأنك بتنزل تاني للأرض تدريجيا. نفس عميق، خرج النفس ببطء. شوف نفسك وانت بتقرب للأرض. كمان مرة نفس عميق، اكتم النفس على قد ما تقدر، شوف نفسك بتقرب اكتر للأرض. نفس عميق، شوف نفسك كأنك بتخترق الغلاف الجوي للكوكب. نفس عميق، شوف نفسك ومعالم الكرة الأرضية بتوضح لك. كمان مرة نفس عميق، كأنك بتقرب على القارة اللي انت فيها، في
سواء كانت افريقيا، اسيا، اوروبا، امريكا. نفس عميق وكأنك بتقرب للدولة اللي انت فيها عايش فيها. نفس اعمق وانت بتخرج النفس شوف نفسك كأنك وصلت للمدينة اللي انت فيها لكن ما زلت في الاعلى، شايف المدينة بتفاصيلها. قرر العملية وخد نفس، اكتم النفس على قد ما تقدر وانت بتخرج النفس كأنك بتقترب للشارع اللي فيه البناية اللي انت فيها، شوفه من اعلى. نفس عميق، شوف نفسك وانت بتقرب للبناية نفسها وشايفها من اعلى. كرر العملية، خد نفس عميق، شوف نفسك وانت في اعلى الغرفة وشايف نفسك. ركز اكتر وخد نفس عميق، اكتمه على قد ما تقدر وشوف نفسك بتفاصيلك. يعني شوف نفسك وانت مغمض عينيك كده، ان كنت نايم او جالس، ملابسك شكلها ايه، ايه اللي حواليك في الغرفة. ركز اكتر، نفس عميق وكأنك وصلت لنفس المكان ودخلت نفس الجسد بتاعك. خد نفس عميق وانت بتخرج النفس قول الحمد لله رب العالمين. خد نفس يدخل في نصفك اللي في الأسفل رجليك الاثنين، وحرك أصابع رجليك حركة خفيفة كأنه الطاقة بتعود إليها مرة أخرى. خرج النفس ببطء، خد نفس عميق ويدخل في منطقة البطن ومحيطها. خرج النفس ببطء، نفس عميق ويدخل في منطقة الصدر. اكتم النفس على قد ما تقدر، تخيل ان النفس بيدور في ايديك لحد اصابع ايديك وحركهم حركة خفيفة كاعلان على العودة. خرج النفس ببطء، خد نفس عميق يدخل يدور في منطقة الرأس. حرك رقبتك ورأسك حركة خفيفة تستعد لليقظة. خرج النفس ببطء، فتح عينيك وقول بسم الله. بسم الله هنا لأنها بداية مش نهاية. ما قلناش فقط ككل الجلسات الحمد لله رب العالمين للإتمام، لأن لسه ما فيش إتمام. هنا البداية بعد التخلص، بعد التحرر من الأشخاص، من الأماكن، من الأهداف. هنا البداية اللي انت هتستمر عليها، تنفذ الجلسة مرارا وتكرارا إلى أن تتخلص من تأثير كل الناس، سواء كانوا أقرب مليك أو ناس عرفتهم في فترة وبعده أو ناس عرفتهم في أي مرحلة من مراحل حياتك. هنا البداية للتخلص من ارتباطك بأهداف تعبت من سعيك وراها وتعبت من محاولات الوصول إليها. هنا البداية عشان تتخلص من أي تأثير سلبي لموقف أو لمكان أو حدث. في اللحظة دي ولما تنجح في التخلص بشكل عميق وشكل قوي، هتشعر وكأنك ملكت كل شيء وأصبحت متحكم في كل شيء، وأصبحت الصور الذهنية السلبية اللي في عقلك الباطن انتهت، وتبدأ تزرع صور ذهنية جديدة. صدقني يا صديقي، كل اللي عايشين في البعد الثالث والرابع غير متحررين مهما حاولوا التحرر.
غير متحكمين مهما حاولوا التحكم. فالمتحررين هم أهل البعد الخامس، ادخل فيه بأي طريق. المتحكمين هم أهل البعد الخامس، ادخل فيه بأي طريق. يعني دايما بنقول انه أسرة النور اللي بنعلن عنها هي باب الدخول للبعد الخامس، لكن ممكن يكون ليك انت طريق اخر، ما فيش اي مشكلة، المهم ما تقفش مكانك. ممكن يكون عندك اي فكرة اخرى للدخول للبعد الخامس، نفذها، مش لازم أسرة النور لو مش عايز، المهم ما تفضلش زي ما انت، وقتها هتبقى من اهل التمكين، وقتها هتبقى من اهل النور، حتى لو ما كنتش في أسرة النور، حتى لو دخلت البعد الخامس عن طريق معلومات من اي مكان، عن طريق كتب، عن طريق كورسات، عن طريق اي شيء، المهم اعمل حراك، اعمل حراك. الخط الثابت هو خط الموت. دايما لما تيجي تعمل رسم قلب ليه طالع نازل، في حيوية، في حراك، في حدث، إذن هذا الشخص حي. حياتك كذلك، طول ما هي فيها حراك، طول ما فيها محاولات، انت عايش. في لحظة الثبات ان يبقى يومك النهاردة زي بكرة زي امبارح، دي لحظة سيئة، لانها لحظة موت ولو كنت حي. استمر على تنفيذ الجلسة، وزي ما قلت ادعو من النظام الطاقي، لايك كومنت وشير الجلسة للغير، وادعو غيرك انه ينضم لنظام الطاقي، وقرر الآن أنك تستمر على الجلسة دي، سواء كان كل يوم أو كل أسبوع أو حتى كل شهر، المهم ما تسيبش الجلسة دي بنفس الطريقة البسيطة دي إلا وإنت متحرر تماما 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 من كل شيء. وقتها هتعرف الكنز في التحرر. مش هطول عليك، نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.